Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office. ازاي ادت ملاحظة وضع شريط لاصق على اقفال عدة ابواب في مبنى ووتر جيت الى اجبار الرئيس الامريكي نيكسون على الاستقالة؟ تعالوا نتعرف على قضية ووتر جيت، اكبر فضيحة سياسية في تاريخ امريكا. يناير 1969 تم تنصيب ريتشارد نيكسون الرئيس 37 للولايات المتحدة الامريكية بعد فوزه بصعوبة شديدة على منافسه الديمقراطي هيمفري. حصل نيكسون في الانتخابات على نسبة 43.4% وحصل منافسه الديمقراطي هيمفري على نسبة 42.7%. في عام 1971 وبعد عامين من تولي نيكسون الرئاسة، أمر بتركيب نظام سري لتسجيل جميع المحادثات في المكتب البيضاوي وفي مكتبه التنفيذي ومكتبه بكامب ديفيد وعلى عدة هواتف معينة في هذه المواقع. ومع اقتراب معركة التجديد للرئاسة في عام 1972، شعر الرئيس نيكسون الجمهوري ان موقفه صعب جدا، فقرر التجسس على مكتب الحزب الديمقراطي في مبنى ووتر جيت. مبنى ووتر جيت هو مبنى في العاصمة الامريكية واشنطن، بيتكون من 6 مباني، 3 مباني سكنية ومبنيين عبارة عن مكاتب ادارية ومبنى مخصص كفندق 5 نجوم، وكان المقر الرئيسي للجنة الوطنية الديمقراطية وهي الهيئة الرسمية الحاكمة للحزب الديمقراطي الامريكي، بتتخذ من الدور السادس في احد الابراج المكتبية للمجمع مقر ليها. 17 يونيو 1972 لاحظ موظف الامن في مبنى ووتر جيت فرانك ويلز حوالي الساعة 2 صباحا وجود شريط لاصق على قفل احد الابواب، بيحس يمنع اغلاق الباب كليا، فاعتقد ان عمال النظافة وضعوه لتسهيل حركة مرورهم اثناء عملية التنظيف، فنزع ويلز الشريط واحكم اغلاق الباب. وبعد نص ساعة رجع مرة تانية لاستئناف عمله، ففوجئ بوجود شريط لاصق من جديد على نفس الباب، فأصيب بالذعر واتصل بالشرطة، فحضرت خلال دقايق قوة من الشرطة وقاموا بفحص مكاتب المبنى واحد واحد. وأثناء الفحص لاحظت القوة أن باب مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية مفتوح. دخلت قوة الشرطة فوجدت 5 أشخاص بيرتدوا ملابس أنيقة غير معتادة على محترف السطو. كان من بينهم واحد اسمه جيمس ماكورد، كان عميل سابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وبتفتيشهم وجد معاهم أدوات سطو وكاميرات وأجهزة تنصت إلكترونية ومبالغ تصل ل$6,000، فتم القبض عليهم واقتيادهم لمقر الشرطة. بعد عملية السطو، صرح المتحدث باسم اللجنة الوطنية الديمقراطية بأن السجلات اللي بيتم الاحتفاظ بيها في المقر ليست على درجة كبيرة من السرية. في البداية اعتقد رجال الشرطة انها عملية للسرقة وليست عملية تجسس على الهواتف. واثناء تفتيش المتهمين كان في امر واحد في البداية اثار انتباه المحققين، وهو وجود اسم HH يعلوه حرف WH وبجواره رقم هاتف في دفتر تليفونات المتهمين. وبالبحث اكتشفوا ان HH اختصار لهوارد هانت و HW اختصار للبيت الابيض، وهو رقم هوارد هانت عميل وكالة المخابرات المركزية السابق، وهو بالفعل كان من ضمن الفريق الرئاسي في البيت الابيض. وفي اليوم الثاني للقبض على المتهمين، اشارت وكاله الاسوشيتد بريس بان جيمس ماكورد احد المتهمين بيعمل في لجنه اعاده انتخاب الرئيس كمنسق امني، الامر اللي نفاه المدعي العام جون ميتشل. في اليوم الثاني للحادث صنفها رولاند زيجلر السكرتير الصحفي للبيت الابيض بانها عمليه سطو من الدرجه الثالثه ولا تستحق التعليق، ونفى اي علاقه للبيت الابيض بها. وبعدها بخمس ايام وفي مؤتمر صحفي نفى الرئيس نيكسون اي علاقه ليه بعمليه السطو. أرسلت جريدة واشنطن بوست الصحفي بوب وودوورد وكارل برينستين لبحث الموضوع، فقدروا انهم يوصلوا لمصدر رفيع المستوى داخل الإدارة الأمريكية، وكان ليه اسم حركي ديب ثروت، الحنجرة العميقة. ما كانش بيقدم لهم أي معلومات كاملة أو أي أسماء صريحة، لكنه كان بيقدم لهم تفاصيل مهمة في القضية، وبدأوا في نشر انه تم إيداع شيك بقيمة $25,000 من حملة إعادة انتخاب نيكسون في الحساب المصرفي لأحد المقبوض عليهم، وبدأوا في الكشف عن الأدوار السرية اللي بيقوم بها جون ميتشل رئيس لجنة إعادة انتخاب الرئيس في دعم عمليات التجسس على الحزب الديمقراطي. وكانت المتابعة الصحفية الجادة اللي قدمها بوب وودوورد وكارل برينستين ليها العامل الأكبر في عدم اندثار القضية. في شهر اكتوبر 1972 نشر وودوورد وبرينستين ما يثبت صلة الرئيس نيكسون بعملية التجسس عن طريق مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI. وجهت هيئة المحلفين لائحة اتهام ضد الخمس متهمين، التجسس والشروع في السرقة والاقتحام، بالإضافة إلى رجلين بيعملوا مع رئيس نيكسون في البيت الأبيض هما ليدي وهوارد هانت، وتم توجيه الاتهام ليهم لتوجيههم المتهمين الخمسة عبر أجهزة لاسلكي من داخل إحدى غرف الفندق. هاجم البيت الأبيض تغطية الواشنطن بوست وأعلن أنه بعد التحقق من الأمر لم يجد أي دليل على تورطه في فضيحة ووتر جيت، واستمر في الهجوم عليها باعتبارها منحازة ومضللة، وبدأ الرئيس نيكسون في التضييق على إدارة الجريدة.
دخل نيكسون الانتخابات الرئاسية اللي جرت في 7 نوفمبر 1972 لفترة رئاسية تانية، وفاز بأغلبية ساحقة هي الأعلى في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وما كانش مر على القبض على الأفراد الخمسة أكتر من 5 شهور، وما كانش الموضوع ليه تأثير يذكر في حملة الرئيس، لأن الناس وقتها ما توقعوش وجود أي رابط بين عملية السطو والرئيس، واعتقد البعض أن الحادث ممكن يكون اجتهاد من أعضاء حملة ترشيح الرئيس. ما كانش فوز نيكسون الساحق في الانتخابات الرئاسية يعود إلى الحزب الجمهوري اللي بينتمي إليه الرئيس بقدر ما كان يعود لشخص نيكسون، نتيجة سياساته المتشددة في حرب فيتنام قبل انتهاء ولايته الأولى، حيث استطاع أن يجبر الحكومة الشيوعية في فيتنام الشمالية بعد قصف جوي عنيف على قبول اتفاق لإنهاء الحرب في فيتنام وانسحاب القوات الأمريكية وإعادة الأسرى الأمريكيين. انطلقت أول قنبلة مؤثرة في قضية ووترجيت في 23 مارس 1973 لما استلم قاضي المحكمة المحلية في واشنطن رسالة من المتهم جيمس ماكورد، قال إن الاعترافات اللي أقرها المتهمين كانت نتيجة ضغط سياسي تم ممارسته عليهم للإقرار بالذنب والالتزام بالصمت، ومن وقتها بدأت القضية تاخد منحنى تاني. وقتها خاف فريق البيت الأبيض من هاورد هانت نظرا لحجم المعلومات اللي عرفها عن وحدة التحقيق السرية في البيت الأبيض. بدأ هانت بالمطالبة بمزيد من الأموال مقابل صمته، الأمر اللي أجبر البيت الأبيض بدفع مبلغ 75 ألف دولار لهانت عن طريق محاميه مقابل سكوته. تورطت جهات كبيرة في القضية، وبدل من أن تنتهي القضية بإدانة الخمس متهمين وترحيلهم إلى السجن، اتسع نطاق التحقيق في الاقتحام ومشاركة إدارة الرئيس نيكسون. في فبراير 1973 وافق مجلس الشيوخ بأغلبية مطلقة على تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق بشأن حادثة ووترجيت، وترأس اللجنة السناتور الديمقراطي سام إيرفين، وأعطيت ليه كل الصلاحيات لاستدعاء أي شخص بيعتقد أن لديه معلومات أو معرفة تساعد على كشف الحقيقة. And in all of my years of public life, I have never obstructed justice. And I think too that I can say that in my years of public life that I welcome this kind of examination because people have got to know whether or not their president is a crook. Well, I'm not a crook. في شهر إبريل 1973 نشرت جريدة نيويورك تايمز إن الهيئة المشرفة على إعادة انتخاب نيكسون ثبت إنها تورطت في دفع رشاوي للمتهمين، وفي نفس الشهر استقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد اعترافه بإتلاف مستندات لها علاقة بالقضية. 17 يوليو 1973 بدأ مجلس الشيوخ جلسات الاستماع المتلفزة، وشهد جون دين بتفاصيل كاملة حول تورط البيت الأبيض والرئيس في محاولة التستر على قضية ووترجيت بطريقة غير مشروعة. كبرت القضية أكتر، وقدم 2 من مساعدي نيكسون استقالتهم، وتم فصل جون دين مستشار البيت الأبيض واستقال النائب العام. قام الرئيس نيكسون بتوجيه خطاب للأمة وأكد براءته من تهمة التجسس على الحزب الديمقراطي. في اليوم الثاني قام الرئيس نيكسون بتعيين وزير دفاعه إليات ريتشاردسون نائب عام، واللي قام بدوره بتعيين المحامي السابق والأستاذ بجامعة هارفارد أرتشيبالد كوكس مدعي خاص في قضية ووترجيت، وما كانش اختيار كوكس مدروس بشكل جيد. كان ريتشاردسون بيعتقد أنه عين أفضل رجل في هذا المنصب، وكان بيعتقد أن كوكس سيقوم بإبعاد الرئيس عن دائرة الاتهام وتبرئته تماما، وبكده مش هيكون هناك أي تلميح تجاه ريتشاردسون بأنه تواطأ مع نيكسون أو كان متعاطف معاه. كانت القنبلة الثانية لما كشف الكسندر باترفيلد رئيس إدارة الطيران الفيدرالي السابق ونائب مساعد الرئيس في شهادته أمام مجلس الشيوخ في 16 يوليو 1973 عن وجود نظام تسجيل داخل المكتب البيضاوي بيعمل بمجرد صدور أي صوت داخل المكتب، وكانت معلومات هامة تستطيع أن تبعد الشبهة أو تدين الرئيس في التستر على عملية ووترجيت. على الفور طلب المدعي الخاص كوكس من قاضي التحقيق الاستماع إلى 9 أشرطة لتقييم شهادة مستشار البيت الأبيض السابق جون دين اللي اتهم فيها الرئيس وأعوانه بالتستر على القضية. رفض الرئيس نيكسون الإفراج عن الشرائط متحصنا بما يسمى الامتياز التنفيذي اللي كلفه ليه الدستور، واللي بيمنح الرئيس صلاحيات رفض طلبات الاستدعاء أو المسؤول أمام الجهات القضائية، وذلك للحفاظ على سرية الاتصالات في ظل ظروف معينة داخل السلطة التنفيذية والحماية سرية المعلومات الحربية والدبلوماسية اللي بتقتضيها المصلحة القومية. أصدر القاضي حكم بأن يقوم الرئيس بتسليم الأشرطة لدراستها بنفسه وتقييمها، الأمر اللي قوبل باحتجاج من الرئيس، وقدم البيت الأبيض نقد في محكمة الاستئناف. رفضت المحكمة النقد وقررت في 12 أكتوبر 1973 تأييد حكم القاضي في الاطلاع على الأشرطة. في 19 أكتوبر قدم الرئيس حال وسط بأن يقوم السيناتور الديمقراطي جون ستينس بمراجعة الأشرطة وتلخيصها من أجل الدقة ورفع النتائج مباشرة إلى مكتب المدعي الخاص. مقابل ذلك تعهد المدعي الخاص كوكس عدم قيامه بالبحث عن أي شرائط أو وثائق رئاسية أخرى، فرفض كوكس بشكل قاطع. تطورت القضية سريعا وأصبحت مثل كرة تلج تقترب كل يوم أكتر من الرئيس، ولم يعد أحد قادر على إيقافها.
20 أكتوبر 1973 أمر نيكسون المدعي العام ريتشاردسون إعفاء المدعي الخاص كوكس من منصبه، الأمر اللي رفضه ريتشاردسون وتقدم باستقالته. فطلب الرئيس من نائبه أن يقيل كوكس، فرفض هو الآخر هذا الأمر وتقدم باستقالته. فتم تعيين المحامي العام روبرت يورك قائما بأعمال النائب العام، واللي قام على الفور بإقالة المدعي الخاص كوكس القضية اللي عرفت باسم مذبحة يوم السبت. وكان رد الفعل سيء وقوي على تصرف الرئيس، حيث شهد نفس اليوم إقالات واستقالات مسببة بعد تولد ضد الرئيس عاصفة نارية من الاحتجاج والاستنكار. في شهر أكتوبر 1973 استقال نائب الرئيس سبيرو أجنيو بسبب اتهامه بالرشوة والتهرب الضريبي، وما كانش لاستقالته أي علاقة بفضيحة ووتر جيت. فقام الرئيس نيكسون بترشيح عضو الكونجرس جيرالد فورد لمنصب نائب الرئيس. وفي نوفمبر 1973 وخلال مؤتمر صحفي تلفزيوني قال الرئيس نيكسون مقولته الشهيرة: أنا لست محتال، واستمر في ادعاء البراءة. The three major networks have devoted an average of over 22 hours of television time each week to this subject. The Senate committee has heard over 2 million words of testimony. Because the abuses occurred during my administration and in the campaign for my re-election, I accept full responsibility for them. However, it is my constitutional responsibility to defend the integrity of this great office against false charges. ومع تصاعد الغضب وافق الرئيس على تقديم شرائط ووثائق محددة للقاضي، لكن البيت الأبيض أخبر المحكمة بأن 2 من الأشرطة 9 المستهدفة مش موجودة، وهناك فجوة غير معلومة تبلغ 18 دقيقة ونص في واحد من تلك التسجيلات، واللي بتعود ليوم 20 يونيو 1972 بعد 3 أيام من القبض على المتهمين الخمسة. وكانت ال 18 دقيقة بتخص حوار بين نيكسون وكبير موظف البيت الأبيض وقتها هولدمن، وأعلن البيت الأبيض أن مسح هذه المدة تمت عن طريق الخطأ. في أعقاب مجزرة ليلة السبت بدأت اللجنة القضائية بالكونجرس في 30 أكتوبر 1973 النظر في إجراءات العزل المحتملة للرئيس. 6 فبراير 1974 أقر الكونجرس بأغلبية ساحقة على البدء في تحقيقات عزل الرئيس. والسؤال اللي كان بيؤرق لجنة مجلس النواب في مسألة عزل الرئيس هو: أين دخان المسدس؟ وده تعبير عن أين الدليل القاطع والحازم اللي بيؤكد تورط الرئيس نفسه في الأمر. 29 إبريل 1974 في خطاب ألقاه رئيس نيكسون للأمة أعلن أنه قرر إصدار نسخة منقحة كنصوص من التسجيلات، وأشار أن أي نصوص ذات صلة بمعلومات الأمن القومي ستحذف من الأشرطة. استمر الضغط على الرئيس نيكسون من أجل الحصول على كل التسجيلات والاستماع ليها، ومع رفض نيكسون الإفراج على التسجيلات رفع المدعي الخاص الجديد الحالة برمتها للمحكمة العليا، واللي حكمت في 24 يوليو 1974 بتسليم الأشرطة المطلوبة بالكامل. بعد قرار المحكمة العليا اضطر البيت الأبيض لتسليم الشرائط. لما أزيعت التسجيلات الخاصة بالرئيس اللي دارت داخل المكتب البيضاوي، فوجئ الشعب الأمريكي باللغة السوقية اللي بيستخدمها الرئيس نيكسون لما بيتحدث عن آخرين في محاوراته مع موظفي البيت الأبيض والمسؤولين. من ضمن التسجيلات كانت حوارات بين الرئيس نيكسون وكبير موظفي البيت الأبيض هولدمن. طلب الرئيس نيكسون منه القيام بمخاطبة كل من رئيس وكالة المخابرات المركزية ونائبه من أجل التواصل مع القائم بأعمال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي لوقف تحقيقات المكتب في حادث اقتحام مكتب ووتر جيت. سرعان ما أطلق على هذا التسجيل شريط دخان المسدس، لأنه اعتبر بمثابة الدليل الدامغ على محاولة تستر الرئيس على القضية وعرقلتها من البداية. وبمجرد إذاعة الشريط تلاشى الدعم السياسي للرئيس نيكسون عمليا. في يوليو 1974 قامت اللجنة القضائية في مجلس النواب بمراجعة 3 مواد قانونية لعزل نيكسون، وهي عرقلة سر العدالة وإساءة استخدام السلطة وإزراء الكونجرس، وتم إرسال قرار العزل إلى مجلس النواب للتصويت عليه. وقتها حس الرئيس نيكسون بانهيار شعبيته وأن الأغلبية في الكونجرس هتصوت لعزله. في مؤتمر صحفي عقد على عجل يوم 8 أغسطس 1974 أعلن المتحدث الرسمي للبيت الأبيض في بيان صحفي بأن الرئيس سيلقي خطاب للأمة عبر موجات الإذاعة وشاشات التلفزيون من مكتبه بحلول الساعة 9 مساء. ظهر نيكسون في الميعاد المحدد وبدرجة كبيرة من القدرة على ضبط النفس والتحكم في الانفعالات، ويلقي خطابه الأخير ويعلن استقالته. I have never been a quitter. To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body. But as president, I must put the interests of America first. America needs a full-time president and a full-time Congress. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office. بعد استقالة نيكسون أصبح النائب جيرالد فورد رئيسا غير منتخب، لم ينتخب عندما كان نائب للرئيس ولم ينتخب عندما كان رئيس لأمريكا.
قام جيرالد فورد بعد توليه الرئاسة بإصدار عفو عن الرئيس نيكسون وعن الجرائم اللي قد يكون ارتكبها ضد الولايات المتحدة عندما كان رئيسا. في عام 2005 تم الكشف عن المصدر السري واللي ظل سنين مسار تساؤلات حول شخصية الحنجرة العميقة ديب ثروت، وهو مارك فيلت المدير المساعد لمكتب التحقيقات الفيدرالية والرجل رقم 2 في المكتب.